استشارة أيضا تقول الأخت عبر جوال الواتساب، أريد استشارة ومساعدة في تربية ولدي عمره 2 و9 أشهر، ومتعبني جدا من يصبح حتى يمسي وهو يريد أوامر تنفذ. هذا عمره 2 و9 أشهر، وإلا إذا لم تنفذ أوامره يصرخ يصيح بصوت مزعج لدرجة كبيرة، وأنا أنفذ طلباته إذا كانت لا تضر أو معقولة، ما به ولا أريد أن أدلعه في الغالب. كل شيء يعاند عليه صرت أكره حياتي، أكره التعامل مع هذا الطفل اللي عمره 2 و9 أشهر، لا أحتمل تصرفاته لأنها لا تطاق. دكتور فهد، طبعا نحن نحتاج نعرف هل هو الولد الوحيد لها أم لا، يعني هل هناك والده موجود أم لا، هل هناك أيضا أعراض أخرى تدل على وجود مرض مثل اضطرابات فرط الحركة، تشتت الانتباه، أم هو فقط سلوك من الطفل هذا، عناد مع دلال مع يعني تدليل من هذا الطفل؟ كيف تتعامل مع هذه الأم من الطفولة، من الطفولة المبكرة، يعني من بداية يعني بعد مرور سنة، هل هي فعلا تدللك وإذا أراد شيء تنبيه له، إذا صرخ أو صاح تسكته بالاستجابة طلبه باستجابة لطلبه؟ فأنا أقول تحمل، إذا كنت هذا الأسلوب تعاملتي معه لابد أن تدفع الثمن الآن، وأن تدفع الثمن الآن أفضل من تدفعي في عمر أيضا عمر أكبر. وشو دفع الثمن اللي هو؟ إنه الآن قاعد يسبب لها مشاكل، إنه يعني قاعد يعاند، إذا بدأت في حل المشكلة الآن في هالعمر هذا المبكر جدا، فأعتقد أنه هتحل المشكلة على الأبد. لكن إذا تركت الأمر وازداد الأمر عناده وأيضا دلالة وتدليلة، كل ما صرخ يبغى الحاجة الفلانية قدمتيها له، وكل ما طلب شغلة سويتيها له، وإذا بغيت الطفل تشيله بيشيله، لا بغي يطلع بالرسم خليه يصيح. دكتور أحيانا نعم، أحيانا نبدأ نستخدم معه بعض التقنيات العلاجية. طبعا لابد أن أرجع أقول لك أنه قبل ما أتكلم عن التقنيات العلاجية لابد أن نعرف أبعاد المشكلة، وهل الطفل هذا ربما يعاني مشكلة أصلا، أو فعلا المشكلة ما هي ليست من الأم. مثلا أحيانا تقول لك والله أنا أعمل ما ذكرتوه 1 2 3 أسويه، لكنه الطفل هو طبيعته، ولا ننكر أنه أحيانا يكون الطفل ذا طباع عنيدة أحيانا. كيف نتعامل مع الطفل العنيد؟ كيف أن نستخدم معه مثلا ما يسمى المكافأة أو الحرمان؟ في هذا العمر مناسب جدا نستخدم معه الحرمان من أشياء مثلا معينة، لا ندلله، نتحمل صراخه مثلا، نتحمل صياحه في أيام، لكن حتى يتعدل السلوك على مدى السنوات القادمة.